أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود وجاز عن والده شيئا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. سيدي يا أبا القاسم يا رسول الله، يا سيد العقلاء، يا خير الورى، يا من أتيت إلى الحياة مبشرا وبعثت بالقرآن فينا هاديا وطلعت في الأكوان بدرا نيرا، والله ما خلق الإله ولا برى بشرا يرى كمحمد بين الورى. صلاة وسلاما دائمين عليك سيدي وحبيبي يا رسول الله. الجمع الطيب الكريم من هذه الرحاب الطيبة العطرة، نعود مرة أخرى لنزكي نفوسنا ونسرح صدورنا بالاستماع إلى معجزة الهادي البشير القرآن الكريم. آيات بينات من الذكر الحكيم يتلوها علينا عالم جليل من أعلام قراء جمهورية مصر العربية والعالم الإسلامي، ذلكم العالم القرآني الإذاعي القارئ باتحاد الإذاعة والتلفزيون العربي فضيلة القارئ الشيخ محمد الليثي الإذاعي المعروف والمقيم بالنخاس مركز الزقازيق بمحافظة الشرقية. ندعو الله تعالى لفضيلته بالتوفيق ولنا ولحضراتكم بحسن الاستماع، إنه ولي ذلك والقادر عليه، فليتفضل فضيلته مشكورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين سبقت لهم من الحسنى أولئك عنها لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون.
لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم هذا يومكم الذي كنتم توعدون إن الذين سبقت لهم من الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها لا يسمعون حسيسها لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم هذا يومكم الذي كنتم توعدون وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم هذا يومكم الذي كنتم توعدون نعم حبيبي
ممكن يمتع الناس. إن الذين سبقت لهم من الحسنى أولئك عنها مبعدون. لا يسمعون حسيسها لا يسمعون حسيسها هم في ما اشتهت أنفسهم خالدون. لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم. هات لي بوسي ويدفع عليك ويدفع عليك يا رب. اللهم صل على النبي. اللهم صل على النبي. الله يفتح عليك يا حبيبي. لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم. اللهم صل على النبي. سيدنا ابو رجب لا يسمعون حسيسا وهم في اشتقت أنفسهم خالدون. لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم. وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون. يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب. الله
يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب. كما بدأنا أول خلق نعيد وعدا علينا وعدا علينا إن يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب. كما بدأنا أول خلق نعيده يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب. كما بدأنا أول خلق وعدا علينا وعدا علينا إنا كنا فاعلين. نعم يا أستاذ محمد الله يفتح عليك يا رب الله يزيدك يا رب. يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب. يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب. كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا ف
جدا قال وعدا علينا إنا كنا فاعلين إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها لا يسمعون حسيسها لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم هذا يومكم هذا يومكم الذي كنتم توعدون وتتلقاكم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده
وعدا علينا وعدا علينا إنا كنا فاعلين. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. إن في هذا لبلاغا إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. إن في هذا لبلاغا إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين. إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين وما أرسلناك إلا رحمة أبوك عسل وأنت عسل. الله يرفع عليك الله يرفع عليك. صلاة النبي وحدوه صلاة النبي. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. إن في هذا لبلاغا إن
في هذا لبلاغا. إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين. وما أرسلناك إلا رحمة وما أرسلناك إلا رحمة وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله إلهكم إله واحد فهل أنتم مسلمون. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. إلهكم إله واحد فهل أنتم مسلمون. فإن تولوا فقل آذنتكم على سواء وإن أدري أقريب أم بعيد ما توعدون. وإن أدري أقريب
أبعيد ما توعدون إنه يعلم الجهر من القول ويعلم إنه يعلم الجهر من القول ويعلم ويعلم ما تكتمون وإن أدري لعله فتنة لكم ومتاع إلى حين قال رب احكم بالحق وربنا الرحمن وربنا الرحمن وربنا الرحمن المستعان على شيء عظيم قال رب احكم بالحق وربنا الرحمن وربنا الرحمن وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون وربنا الرحمن المستعان تصفون بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء الله أكبر.
يا أيها الناس اتقوا ربكم اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى يوم ترى كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هو بسكارى وترى الناس سكارى وما هو بسكارى ولكن عذاب الله شديد صدق الله بسم الله الرحمن الرحيم قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا وهكذا أيها الجمع الطيب الكريم قد فتح الله علينا بالذي هو خير عشنا وإياكم في رحاب هذه التلاوة القرآنية المباركة والتي تلاها علينا ذلكم العلم القرآني الإذاعي القارئ باتحاد الإذاعة والتلفزيون العربي بجمهورية مصر العربية والعالم الإسلامي فضيلة القارئ الشيخ محمد محمد الليثي الإذاعي المعروف المقيم بالنخاس مركز الزقازيق بمحافظة الشرقية نقلناها لكم على أحدث مكبرات الصوت لصاحبها الحج سليم المه السير المقيم بصف تزريق مركز ديار بني بالاشتراك مع الهندسة الكهربائية ومحطات الديزل الكبرى لصاحبها الحج احمد مختار الشهير المقيم بنور طريف مركز السنبلاوين بمحافظة التقالية كبرى قصور ضيافة المتنقلة على مستوى الجمهورية لصاحبها الحج محمد ابو لطفي الشهير المقيم بديار بالسوق مركز ديار بنيت الخدمة المتميزة على مستوى الجمهورية
النمر للخدمات الفندقية، إدارة متر مسعد النمر، الشهير المقيم البشنيني مركز السبلاوين، فتل أحبابي الإيمان إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا، وسبحان من له الدوام.